دكتور معتصم، كيف تتعاملون مع الإصابات والحالات التي تصل المستشفيات في ظل نقص كبير في المستلزمات الطبية والهياكل، خاصة في الشمال؟ يعني نقص في الهياكل وحتى في الأطباء بسبب تدمير الاحتلال كل شيء في تلك المستشفيات. نحن في ظل هذا الواقع الصعب حاولنا أن نقوم بعملية إنعاش إن صح التعبير للنظام الصحي عبر تشغيل وتفعيل بعض المستشفيات الأهلية بقدرة سريرية محدودة، وتشغيل بعض أقسام الطوارئ، تشغيل بعض غرف العمليات، ولكن بصراحة كل هذه الجهود لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الجرحى والمرضى الذين يترددون على هذه المرافق الصحية. نعم. نحن لن نتخلى عن رسالتنا الإنسانية والمهنية والأخلاقية تجاه جرحانا ومرضانا، وما زلنا على رأس عملنا، وكافة الطواقم ما زالت على رأس عملها، ولكن هناك تحديات كبيرة سواء كما تفضلت في نقص الأدوية والمعدات، أو نقص القدرة السريرية في داخل المستشفيات، أو حتى القدرة على إجراء العمليات الجراحية التي تحتاج إلى إيجاد وعدد غرف من العمليات بشكل كافي ووجود طواقم صحية متخصصة قادرة على إجراء هذه العمليات. كل هذه عبارة عن تحديات، ولكن نحن مصممون على القيام بواجبنا وبدورنا. قمنا بتفعيل بعض مراكز الرعاية الأولية، 9 مراكز رعاية أولية في مدينة غزة وشمالها تم تفعيلها من أجل استقبال خاصة بعض الجرحى الذين بحاجة إلى بعض الغيارات، بعض المرضى الذين هم بحاجة من مرضى الأمراض المزمنة السكر والضغط بحاجة إلى متابعة. نحاول أن نقدم حتى في أقسام الطوارئ ما يمكن تقديمه من إنقاذ الحياة، ولكن الرعاية الصحية التي تقدم لا تلبي احتياجات المواطنين والجرحى الذين هم بحاجة إلى مزيد من الرعاية الصحية وبحاجة لمكوث فترة أطول في داخل المستشفى. ولكن كما تحدثت الظروف والمعطيات والتحديات صعبة جدا، ناهيك عن الاستهداف والاستمرار باستهداف المنظومة الصحية سواء بالقصف المباشر لهذه المستشفيات ثم لاقتحام هذه المستشفيات واعتقال الطواقم. كل هذه عبارة عن تحديات كبيرة نواجهها في مدينة غزة.